السلام عليكم، أعزائي التلاميذ، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا دوزتوا واحد الوقت مزيانة. ألوغ في هاد الحصة هادي غنشتغلوا على أول فيديو اللي غادي يكون في لاشين ديالنا إن شاء الله. هاد الفيديو هذا كيهم التلاميذ ديال التالتة إعدادي، مادة اللغة الفرنسية. قبل ما ندخلوا في الدرس مباشرة، غادي نديروا واحد لا بريزونطاسيون جينيرال على لو بروغرام ديال سيمستر 1. كاين شحال من واحد ما عرفش شنو غيقرا في الدورة الأولى إكسترا، دونك غنتاخدوا أون إيدي جينيرال سور لو بروغرام دو فرونسي بوغ لي زيلاب دو توازيام أني كوليج. دونك لا بروميييغ بارتي هاد نورمالمون سيمستر 1 كيتقسم لدو بارتي. لا بروميييغ بارتي الجزء الأول المحور الأول هو لا كوريسبوندونس المراسلة. Mais on sait que la correspondance, bien sûr, il y a des cours, il y a des cours de la lecture, il y a des cours de la langue et communication, et bien sûr, il y a des cours de la production écrite. Mais on sait que la correspondance pendant entre les deux mois ou les deux mois et demi, on trouve la partie 2, il est comme ça, c'est le récit de vie. Comme comparaison, la partie de l'eau, l'élément chapitre de la vidéo, il y a une partie qui est dans le l'eau. باسكو يعني جميع الجهات اللي كاينين في المغرب كيركزوا في الموحدات المحليه على هاد البارتي هادي ديال الراعي، سواء كيعطيك اون لاتر افيك لي كيسيون ولا كيعطيك تكتب انت اون لاتر يسار. سي بون. الوغ لا بخوميييغ بارتي ديالنا سي لا كوريسبوندونس. لا بخوميييغ شوز اللي خصني نعرف سي كوا لا كوريسبوندونس. لا كوريسبوندونس سي لو فات دونفوايي اون لاتر ا دي بارسون، يعني انك ترسل واحد الرساله لاشخاص معينين. هاد لا كوريسبوندونس كيف ما كتشوفوا درنا هنا واحد لو شيما. دونك لا كوريسبوندونس هي نورمالمون سي ان تيرم جينيرال. هاد لا كوريسبوندونس اللي هي لا لاتر فيها جوج ديال النوع، دونك كاين نوع الاول لا لاتر بيرسونيل، نوع الثاني لا لاتر كونفونسيونيل. فاش غتحلوا الطبوع ديالكم غتلقاو لا لاتر كونفونسيونيل اللي بدا ديال بها، وتقريبا هي اللي غادي تمثل واحد 80% ولا 90% لا بارتي كوريسبوندونس. لا لاتر بيرسونيل غادي تشوفوها يا مرة واحد لو تيب او لا لو تيب، يعني واحد دو كو، مي لا بليبار دو طون غنشوفو لا لاتر كونفونسيونيل. بون، السؤال دابا اللي كيتبادر يعني نورمالمون في الذهن ديالكم هو شنو الفرق؟ كاين لا ديفيرونس اونتخ لا لاتر بيرسونيل اي لا لاتر كونفونسيونيل. سي تخي فاسيل، يا إما كنميز بيناتهم بهاد لا ديفينيسيون، أو لا كنميز بيناتهم كون فوفوي إيسي نورمالمون على حسب لا سكريبسيون ديالهم على حسب البنية ديالهم. نبداو بلا ديفينيسيون. سي كوا اون لاتر بيرسونيل؟ سي اون لاتر سادريس كي سادريس ا دي بروش، دونك هي واحد الرسالة اللي كنوجه يعني كنتوجهو بها أو كنتكلمو فيها مع دي بروش، مع ناس أقارب ديالنا كنعرفوهم، يقدر يكونو دي زامي ديالنا بيان سور كيقراو معانا ولا كنعرفوهم، أو بيان أن مومبغ دو لا فامي ولا شي واحد من العائلة ديالنا. مثلا إذا كتبت لا لاتر للأخ ديالي مون فخير ولا مون بابا ديالي ولا مون كوزان ولا عم ديالي اكسترا. دونك لا لاتر بيرسونيل شنو خصني نعرف؟ ان هي واحد لا لاتر اللي كنكتبوها للناس اللي كنعرفهم. سي بون. بوغ لا لاتر كونفونسيونيل سي اون لاتر نورمالمون اون ايكري ان ديريكتور، يعني كنكتبوها لدي بيرسوناليتي امبوغتون، شخصيات مهمه اللي كنتكلمو فيها نورمالمون معاهم باحترام افيك بوليتيس. دونك نقدر نتكلم مثلا الى كتبت اون لاتر par exemple le directeur de mon collège fait hala باش نطلب منو شي حاجه او نشرو اي سيتيرا فات هالا كتسمى لا لاتر كونفونسيونيل. الا كتبت مثلا واحد لا لاتر ان بريزيدون باغ اكزومبل رئيس ان بريزيدون دون اسوسياسيون ديال شي جمعيه معينه باش نطلب منو مثلا بغينا ننظمو مثلا دي زاكتيفيتي اكسيتيرا فات هالا كتسمى لا لاتر كونفونسيونيل. لا بليبار دو طون غادي تبقاو تلقاو بان لا لاتر كونفونسيونيل غادي تبقاو تلقاوهم ديما كيكونوا فيهم كيتكلموا مع لو ديريكتور دو كوليج اكسترا. بون لا لاتر بيرسونيل خصني نعرف لا ستريكتور ديالها، يعني باش نقرا انا هاد لا لاتر هادي خصني نعرف العناصر ديالها، كل حاجه شنو الاسم ديالها وشحال كاين من عنصر. الا بغيت نكتب اوسي هاد لا لاتر خصني نعرف شنو هما النقط يعني الاساسيه اللي خصني ندير في هاد لا لاتر. سي بون. ونفس المسألة اللي خصني ندير لا لاتر كونفونسيونيل، دونك خصني يكون ديجا عارف لا ستركتور دو لا لاتر بيرسونيل ولا ستركتور دو لا لاتر كونفونسيونيل. قبل ما نبدا نشرح لا ستركتور، بالنسبة للبنية ديالهم جوج كاين تشابهات دي غوسومبونس وكاين عاوتاني دي بوان ديفيرون بيناتهم. اللي خصني نعرف هو أن لا لاتر بيرسونيل سو كومبوز دو سانك إيليمون، فيها خمسة ديال لي زيليمون اللي سولو في ليكزامبل. لا لاتر كونفونسيونيل كتكون أن بو لونغ، كتكون طويلة شوية على لا لاتر بيرسونيل وكيكونوا فيها 8 إيليمون. Alors, on commence par la lettre personnelle. P
pour écrire, pour rédiger une lettre personnelle, je dois commencer par le lieu et la date. Il y a une fixe, la ville et les salaires, là-bas, etc. Et la date, par exemple, le jour, le mois et l'année, donc le 25 février 2004, etc. Donc c'est le lieu et la date. Il y a des choses à dire, ça se trouve, payer les salaires. Deuxièmement, نكسب يعني واش غادي نعرض على داك الشخص ولا غادي مثلا نتكلموا على لي نوفيل ديالي اولا باغ اكزومبل غادي نتواصل معاه مثلا باش نهم او واحد نجح اكسترا هذا هما المواضيع ديال لا بيرسونيل ما كنجيش ولا لو تيكست ديالي مي افون كنبدا واحد لا فورمول داكل واحد الافتتاحيه في الاول قبل ما ناتاكي لو كور ديالي شنو كتسمى الافتتاحيه اللي كتكون في الاول اصلا تكون فيها لا سالوتاسيون اون دي باغ اكزومبل بونجور احمد بونجور ساره Bien, on utilise l'adjectif cher, cher, cher pour le masculin, cher avec E pour le féminin. Et j'écris le prénom de la personne à qui je parle. Donc, on peut avoir maintenant cher Ahmed, cher papa, cher maman. Help, si ça fait maximum la formule d'appel, ou bien la formule d'ouverture. Troisième élément, les paragraphes. Un paragraphe, deux, ou bien au maximum, trois paragraphes. À doubler par la grappe, c'est le texte de la lettre, bien le corps de la lettre. C'est la lettre d'Yali, par la lettre de la lettre, même si je journée de la lettre, la question de la lettre, il y a la formule finale, donc il y aura aussi la formule de congé. Je ne peux pas faire, par exemple, au revoir, amicalement, je t'embrasse, etc. La signature, le chine, c'est la signature, généralement, il y a la signature, il y a la là. La signature, quand on parle d'ism, de chaque slix de la lettre, quand on parle d'ism, de l'ism, de l'eau en bas, à l'intérieur, quand on parle de la signature. Bon, d'abord, on passe à la structure de la lettre conventionnelle. Je pense que la lettre conventionnelle, on écrit à un directeur, etc. Je dois respecter sa structure, mais bien sûr, comment continuer à dire les éléments, continuer à dire la matière. Premièrement, le lieu et la date dans la lettre personnelle. Et ça y est, comme dire le lieu et la date, ça allait le 24 février 2004. Après, je ne peux pas faire la formule d'appel, mais quand on a une classe de les éléments, je dois dire que je ne parle pas de personnel. Alors, le deuxième élément, ce sont les coordonnées de l'électeur. Donc, après, je vais faire plusieurs. Donc, ça, c'est le pluriel. On trouve par exemple le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, normalement, dans le cas de l'email, etc. Donc, nous avons un chat qui est la lettre. Signer dialogue, lier dialogue, l'adresse dialogue, mais moins dialogue, quand c'est une balle électronique ou la rencontre téléphone. Alors, mais le mot, c'est dans les coordonnées de l'émetteur. Alors, le chasse de l'antiquement, il est normalement le directeur de l'embrasse à l'émetteur de chez Haja. Quand il y a quelqu'un qui se met le mot de chasse à l'émetteur, il accepte bien sûr le nom et le prénom dialogue, mais il essaye de modérer tout le monde quand on arrive à monsieur le directeur du collège, par exemple, quand il signe dialogue. L'adresse, salaire, etc. Après, on passe à l'objet. L'objet, c'est le sujet, le thème de la lettre. On doit dire de l'islam. Parce que la lettre conventionnelle fait un seul de l'adouan. Donc, quand on a l'objet, un objet, nous allons ce que vous voyez dans les vidéos, Inch'Allah, déjà, il y a une belle. Donc, un objet qui est là, il y a un chemin de mode, on est ce que vous voyez, on est en train de parler de l'islam. Après, même dans le corps, il y a le texte, quand il y a la formule d'appel comme la lettre personnelle. غير لا فورمول دافيل انا ما كنلقاوش فيها صالو ولا شيخ كنلقاو فيها لا بوليداس دونك اون فورمول دو بوليداس الا كنت كنتكلم مع الديريكتور جو دي مسيو لو ديريكتور بيان مسيو الا كانت لو ديريكتريس كنقولها مدام بيان مدام لا ديريكتريس دونك سي اون فورمول دو بوليداس لو كور ديالي كيكون غالبا فيه 3 باراغراف وكيكون لو كور ان بو لون بارابور لو كور ديال لا بيرسونيل كتكون ان بو فيها لي ديتاي اي ا لا فان دو لا لتر جيكري اون فورمول بيان اون فراز ما كتكونش اون بوتيت فورمول بحال لا لتر بيرسونيل لكن كتكون واحد الجمله لتحت طويلة شنو كيكون فيها فويي اغري مسيو لو ديريكتور ليكسبرسيون دو مي سالوتاسيون ديستانغي اكسيتيرا هادشي غنشوفو من بعد اون ديتاي دونك هاد لا فراز الاخرى كتسمى لا فورمول فينال لا فورمول دو كونجي وفي لا لتر كونفونسيونيل كتقدر تلقاو الاسم هذا ديال لا فورمول دو بوليداس بحكم اننا في لا لتر كنكونو كنتكلمو فيها افيك بوليداس افيك ريسبي بلاش حيت في الحالة هادي ما كنتكلموش مع اي واحد مي كنتكلمو مع مدير المستشفى ولا رئيس اكسترا دونك كيكون يعني اعلى شأن منا دونك هاد الجملة الأخيرة كتسمى لا فورمول دو بوليداس على فا كيف ما شفنا في لا لتر بيرسونيل
دونك اون ايكري لو نون هاد دو نون لو بريمون اللي كتبنا هنايا ديال الهدف كنزيدوهم هنا في لاسينياتور من تحت باش كنختم الرساله ديالي. جو بو تروفي اوسي لا سيناتور مانوسكريت يعني امضاء ديالها كنقدروا نلقاو في لا لتر كونفونسيونيل اون بو لاجوتي مي في لا لتر كونفونسيونيل كنكتبو جوست لو بريمون دو الهدف سي بون. دونك هاد الفيديو هادي عرفنا ما كوريسبوندونس اللي غيكون هو المحور الان في الدوره الاولى، شرحنا شنو الفرق ما بين لا لتر بيرسونيل ولا لتر كونفونسيونيل، قلنا نورمالمون ركزوا على هاد لابارتي، دونك سي بوبلي حاولوا تركزوا على هاد لابارتي ديال لا لتر كونفونسيونيل، حيتاش غادي نطرقوا ليها بزاف في الدوره الاولى وهي اللي غادي نحتاجوا بزاف. في الفيديو ان شاء الله اللي جايين غادي نطرقوا لا لتر كونفونسيونيل اون ديتاي، غادي نشوفوا لا لتر كونفونسيونيل شحال فيها من نوع اكسترا، غنشوفوا الشخصين اللي كيتكلموا شنو سميت الشخص الاول اللي هو المرسل اكسترا. دونك اون فا فواغ بلوس ديال لي ديتاي ان شاء الله في لي سيونس بروشان. دونك وصلنا لافان ديال لا فيديو، كنتمنى تكون ليكسبليكاسيون يعني الشرح ديال هاد الدرس غادي يكون في المتناول، يعني يكون اي واحد عنده مع الفرنسي ولا باش يكون خدا شي حاجه من هاد الدرس هذا. في الفيديو ان شاء الله مازال الجاي ان شاء الله مازال غادي نطرقوا يعني اون ديتاي غنشوفوا دي زيكزيرسيس اكسيتيرا على فان. يعني كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم لينا، كنتمنى تشجعونا باش نزيدو نعطيوكم اكثر ان شاء الله ونشتغلوا معكم اكثر حتى النهايه. دونك ما تبخلوش علينا انكم تابوناو معنا في لاشين ديالنا باسكو باقا في البدايه ديالها، هذا غيكون كدعم ديالكم وحفيز لينا، وديروا جيم لا فيديو اللي عجبتكم بلوس لي بغا يكتب شي كومونتار يعني تحفيزي او لا ملاحظه او لا نقد مرحبا يعني افيك بليزير. دونك نلتقي ان شاء الله في لا فيديو الجايه ان شاء الله. اوه